في ختام جولتنا إلى المنطقة الشرقية لفنانات المنطقة الغربية، ماذا تقولين؟ والله كانت اجتماعنا ورحلتنا كانت جميلة، من أجمل ما يعني انبسطت معاكم كلكم، خاصة لما شفنا المتحف ولما شفنا يعني حاجات رائعة ما شفناها. سألوا ناس. أشكرك وأشكر كل اللي قاموا معانا بالرحلة، وصراحة كانت رحلة حلوة وممتعة، وعطيتونا انطباع جدا جميل عن المناطق اللي ما نعرفها. جزاكم الله خير. سلوى. رحلة جميلة موفقة إن شاء الله وتكرر باستمرار، شفنا أشياء ما شفناها من قبل، أشياء أمتعتنا واستفدنا وأخذنا معلومات لو قرينا منها في الكتب ما راح استوعبناها، ولكن شفناها زي ما شفناها في الطبيعة. نشكركم جزيلا ونشكر كل من ساعدنا وكل من ساهم إنه بذل مجهود لمعرفتنا بهذه المعالم. جزاكم الله خير. تسلمي أستاذة. عواطف. رحلة ممتعة مبهرة، ثقافة سياحية رهيبة، امتعتونا، الله يبارك فيكم إن شاء الله، وعقبال كل مرة نطلع معاك أستاذ عبد العظيم. يا رب. أستاذة نزيهة. والله كانت رحلة ثقافية اجتماعية ممتعة صراحة، وأنت ما قصرت أستاذ عبد العظيم، نشكرك ونشكر اللي معك وكل الشغل. شو رايش في القرية التراثية؟ روعة روعة، يعني تراث نجدي ما حصل صراحة، مجهود جبار. تسلم. لك. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يعجز الكلام من الشكر عن الرحلة الرائعة صراحة، والدعوة اللي جات مفاجأة وجميلة جدا، يعني دعوة وجيت شفت مدينة من مدن بلدي أول مرة أشوفها بهذا الجمال، وإن شاء الله تتكرر مرة ثانية معك. إن شاء الله. إن شاء الله. وأشكرك على صراحة كل اللي سويته معنا. أكثر شيء عجبش في هذا البرنامج ابتداء خلنا نقول من إثراء إلى مرسم المحبة والسلام إلى جزيرة داروت إلى القرية التراثية، أكيد واجد محطات وقفنا عندها، بس أكيد في محطة من المحطات تقولي المرسم عندك فيه لوحات عجبتني مرة. حلو. والقرية صراحة والقرية التراثية وإثراء في أشياء يعني مطورة مرة ما توقعت إن هي موجودة عندنا في بلدنا هذه الأشياء صراحة. شكرا. جزاك الله خير وإن شاء الله ميزان حسناتك. شكرا جزيلا. حبيبة الكلمة الأخيرة لك، ماذا تقولين؟ إيش أقول؟ كثر الله خيرك، وأنا قعدت سنة أستنى هذه الجية، وأنا سعيدة جدا بيك يا أستاذ عبد العظيم، جدا سعيدة بيك، والصراحة ما قصرت وكثر الله خيرك.